بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنشرح مع بعض الـ Advanced Update. احنا كنا بدأنا في الليفل الأولاني إن احنا عملنا أبديت خفيف قبل ما نزود الـ Resources وقبل ما نزود الـ Expenses، قبل ما نحمل تكاليف المشروع. فعايزين دلوقتي إن احنا نعمل أبديت بعد ما حملنا الـ Resources والـ Expenses بتاعة المشروع. قبل ما نبدأ نعمل أبديت هناخد نظرة سريعة كده بس على البرنامج الزمني. هنا في الـ Budget Total Cost باينة قدامنا، موجودة لكل activity ولكل summary bar على الليفلز بتاعت ال WBS، يعني عند ال earthwork موجود كله قد ايه، والتفصيل بتاعه اهو 2000 و 3400، الاجمالي بتاعهم 5400، وهكذا بيبدأ يعمل رول اب او تجميع او summarize على كل ليفل لغاية ما يوصل لليفل المشروع كله ان هو ب 341000 و 343. طيب عايزين قبل ما نبدأ نعمل ابديت ان احنا نحفظ نسخة ك بيز لاين. طيب كده اتعمل بيز لاين واتعمل له اساين على المشروع ده. لو حابين نعمل البارز برضو تبقى باينه معانا بتاعت البيز لاين. كده الاصفر ده بتاع البيز لاين والاحمر اللي هو كريتيكال، وطبعا لو مش في الكريتيكال هيبقى لونه اخضر بالشكل ده. نبدا ان احنا نعمل ابديت. هنفتح الستيتس تاب بوتون وابدا عايز اعمل ابديت. الابديت هيتعمل على ثلاث حاجات، على الاكتيفيتيز وعلى الريسورسز وعلى الاكسبنسز لو في. نبدأ الأول بالأبديت بتاع الأكتيفيتي، وده كنا اتكلمنا عنه قبل كده وقلنا إن أنا باجي على الأكتيفيتي وأقول إن هو ستارتد في يوم معين على حسب هو بدأ إمتى، نقول إن هو بدأ في ميعاده ماشي، ونسبة الإنجاز ممكن إن أنا أكتبها كام في المية، أو إن أنا أجي عند الريميننج وأكتب المتوقع الباقي قد إيه. يعني على سبيل المثال النشاط ده مدته 3 أيام، لو كتبت دلوقتي 33% مثلا هلاقي ان حاطط لي في الريميننج 2. كان ممكن اعمل العكس ان انا احط الاثنين وهيقول لي نسبه الانجاز 33، او ان انا مثلا ممكن اقول الريميننج 1 وهيقول لي 66.67. طيب وهنا الاد كومبليشن طبعا ده هو انعكاس للريميننج، لان الاد كومبليشن هيبقى بيساوي الاكشوال زائد الريميننج، عدى قد ايه اكشوال زائد فاضل قد ايه ريميننج، وهو ده الاد كومبليشن التوتال بتاعه هيبقى كام. فطبعا الاكشوال مكتوب فيها صفر عشان احنا لسه ما عملناش ابديت، هتختلف مع الداتا ديت لما هندخل داتا ديت واحنا بنعمل سكادجول زي ما نشوف بعد شويه. طيب ده كده الابديت وكنا اتكلمنا عنه في البرايمري ليفل بتاع الاكتيفيتي نفسه. واحنا بنعمل ابديت ناخد بالنا ان هو كان بيقول لنا log to file وكاتب لي اسم الفايل. هاخد اسم الفايل ده كوبي وهوصل له من خلال الرن، او من خلال ان انا اوصل للمسار بتاعه، وهلاقي الفايل مكتوب فيه ايه. اول حاجه ديفولت بروجكت، اسم البروجكت والكود بتاعه وسانفلاور فيلا. الجنرال سكادولينج عمل سكادولينج يس، عمل ليفلينج لا ما عملش، اجنور للريليشن نو، وهكذا بقى بعض الحاجات ايه اللي هو اشتغلها او ما اشتغلهاش طبقا للاوبشن بتاعت الادفانسد سكادجول اللي هنتعرض لها بعد شويه. ستاتستكس البروجكت هو واحد، الاكتيفيتيز عدد الاكتيفيتيز 39،
ستارتد منهم 32، فبالتالي في 7 ستارتد، ان بروجريس 1، 6 كومبليتد اللي هم الستة والواحد هم دول السبعة، يعني 6 زائد 1 زائد 32 هم التسعة. الريليشن شيبس عدد العلاقات، اكتيفيتيز ويز كونسترين لو في اكتيفيتيز عليها كونسترين 0. الايرورز مفيش. الورنينج بيديني تحذير ان في اكتيفيتيز وزاود بريديسيسور، ملهوش بريديسيسور، ملهوش نشاط سابق، اللي هو ايه؟ اللي هو الاكسكافيشن، الحفر ما حطيناش حاجه قبليه، كان هو اول نشاط عندنا، فبيقول لي مش مربوط على حاجه قبليه. وبيقول لي برضو في اكتيفيتيز وزاود سكسيسور، اللي هي بنسميها الاوبن اندز، نهايات مفتوحه، وزاود سكسيسور، بدون سكسيسور. ايه هو البروجكت فينش، المايلستون الاخراني؟ بيقول لي مفيش بعديه حاجه. طيب اوت اوف سيكونس اكتيفيتي، هل في حاجه بره السيكونس؟ لا مفيش. اكتيفيتيز ويز اكشوال ديتس، اكبر من الداتا ديت، هل في حاجه الاكشوال ديت بتاعها زياده عن الداتا ديت؟ لا مفيش. مايلستون اكتيفيتيز ويز انفاليد ريليشن شيبس، مفيش. فينش مايلستون اند بريدسيسور هاف ديفرنت كالندرز، مفيش، كله ماشي مع نفس الكالندر. طيب سكادجولينج على ليفلينج الريزلتس، بيقول لك البروجكت سكادول هو واحد، والاكتيفيتيز 33 اللي حصل لها سكادول، وريليشن شيبس ويز اذر بروجكتس، هل في علاقات مع بروجكتس ثانيه؟ لا. الداتا ديت اللي انا عملت عنده سكادول 30 اوجست. الايرليست ايرلي ستارت ديت 30 اوجست، اول او اكثر تاريخ مبكر لستارت ديت. والليتست ايرلي فينش ديت، اخر نهايه مبكره في المشروع، هتبقى 16 ديسمبر. ويعطيني كريتيكال اكتيفيتيز هنا، وبيقول لي ايه هم الكريتيكال اكتيفيتيز، 13 اكتيفيتي. اكتيفيتيز ويز انساتسفايد كونسترينز، لو في حاجه كونسترين مش مظبوط معايا او انساتسفايد. اكتيفيتيز ويز انساتسفايد ريليشن شيبس هو واحد، سلاب اون جريد. اكتيفيتيز ويز اكسترنال ديت زيرو. يعني ده ايه ملخص لشكل الريبورت اللي طلع لي. طيب نقفله ونرجع تاني هنا، عايزين نكمل بقيه الابديت. ابديت اقدر اعمله كمان على الريسورسز. طيب هفتح الريسورسز وهروح ل، انا كنت محمل ريسورسز على النشاطين دول، بي سي فاونديشن وار سي فاونديشن. خلينا في البي سي فاونديشن مثلا، باعتبار الريسورسز اقل فهتسهل لنا شويه. دلوقتي كل الحاجات اللي انا مطلعها هي بادجت. انا عندي في حاجتين، كوست ويونتس. يونتس عدد الوحدات كانوا 16، وطبقا للفيه بتاعتهم موصلين لي ل 1600 عشان اليونت ب 100 او الساعه ب 100، 16 في 100 ب 1600، وانا كان عندي طبعا 8 بير دي. طيب ال 1600 دي كوست، وال 16 يونتس. انا ممكن ان انا اعمل ابديت لليونتس واعمل ابديت للكوست، ابديت لليونتس وابديت للكوست. طيب انا محتاج اطلع بقى هنا ايه الخانات بتاعه الاكشوال معايا عشان ابقى الموضوع ظاهر بالنسبه لي. فهاجي على الخانه الاول بتاعه اليونتس وهقول له اكشوال يونتس، بس خلينا نحطها تحت شويه. كيرفز دي احنا مش عايزينها بقى دلوقتي، ورول برضو مش عايزينها، بادجت كوست عايزينها، الستارت والفينش واللاج خلينا نشيلهم برضو. نفتح اليونتس وهندخل معانا موضوع الاكشوال يونتس والاد كومبليشن يونتس والريميننج يونتس. وخلينا ندخل الكوست برضو بالمرة، ندخل نفس التلاتة للكوست بس خلينا نحطهم في الآخر، الأكشوال كوست والأد كومبليشن كوست والريمينينج كوست، وأقول له أوكي. طبعا المنطقي إن الأكشوال زائد الريمينينج هيدي الأد كومبليشن، فهنا هاجي ممكن ان انا هقول له ال 16 دي، انا كان متوقع ان انا يكون عندي 16، جابها منين؟ من البادجت، البادجت يونت كانت 16، الاكشوال ما جاش 16، جا زياده شويه، بقى 20 يونت او 20 ساعه على حسب هو ايه، طبعا ريسورس شخص او ليبر، فبالتالي هتبقى ساعه. طيب 20 ساعه والريميننج 0، فبالتالي الاد كومبليشن 20.
لو النشاط عندي ما كانش لسه انتهى، هو طبعا انتهى فخلاص يعني الاد كومبليشن هو خلاص بقى الاكشوال، لكن لو كان لسه النشاط ما انتهاش كان ممكن نكتب مثلا الريميننج غير ال 20 بقى فاضل كمان 10، فبالتالي هو هيستنتج ان الاد كومبليشن كام؟ 30. اقول له مثلا الاكشوال 20 والاد كومبليشن 10، فهيستنتج ان الاكشوال يونتس 30. طيب خلينا نقول له ان الريميننج 0 زي ما كنا والاكشوال بقى 20. نفس الحكايه في الكوست، الكوست المفروض ان هو ينعكس من اليونتس، بس قد يختلف معايا اليونت، قد اكون مخطط ان انا الشخص ده هديله فلوس معينه على الساعه، لكن ان انا فعلي اديته فلوس تانية غير الفيه بتاعته، غير ال 100 دولار بير اور اللي كانت محطوطه له. هو هنا حسب 20 الاكشوال، قصادها هلاقي فيه 20,000 اكشوال كوست، وقت كومبليشن 20 طبعا لان الريميننج خلاص صفر لان النشاط خلص. لا انا ممكن اجي اقول له ان الاكشوال كوست بقى ما بقاش 20، ده بقى 24. فكده انا غيرت في حاجتين، اليونتس اختلفت معايا والكوست كمان اختلف معايا، بقت اليونتس بدل ما هي كانت 16 بقت 20. طيب 20 اضربهم المفروض في 100، يقول لي 20,000، لا ده كمان الكوست اختلف بقت 24,000. الاقي ان الـ at completion وصل 24 والـ remaining 0. طيب نفس الشيء الـ expenses، لو انا في نشاط محمل عليه expenses، نروح لنشاط كده متحمل عليه expenses وليكن excavation اهو، محطوط عليه cost loading بقيمة 20، هبدأ برضو اعمل نفس الحركة ان انا ادوس كليك يمين customize و عندي actual cost، بس خلينا نحطها في الاخر، الفندر ده مش عايزينه خلاص، واليونتس actual units at completion units remaining units، نعمل نفس الشيء في الكوست، actual cost at completion cost وremaining cost. طيب الكوست اللي انا محمله ده كان كوست لودنج بس، يعني اليونتس بتاعته كانت الوحده، هو واحد يونت او لام سام يعني ب 2000 دولار بير يونت، فبالتالي انا طالما اليونتس كده كده انا حطيتها لام سام فما فيش داعي ان انا ابديت اليونت، لكن لو اليونتس كانت مختلفه كنت ساعتها ممكن ان انا اعمل ابديت لليونتس. فخلينا نبدا ان احنا نهتم بالكوست بس، ان في عندي اكشوال وفي ات كومبليشن وفي ريميننج، هاجي هقول له ان الاكشوال كوست كان، هو المفروض كانت البادجت بتاعته 2000، هقول له لا ده اخد 2700 مثلا، طبعا هيحط لي الريميننج بزيرو والات كومبليشن هم هم ال 2700. طيب بكده يبقى احنا ايه عملنا الابديت. خلينا نرجع نعمل سكادجول تاني على نفس التاريخ، وعايزين نشوف حاجتين، نبص على البروفايلز وعايزين نشوف الادفانسد سكادجول. خلينا نعدي على الكيرفات الاول كده بصوره سريعه، هنقول له مثلا البروفايل، طلع لي البروفايل ريسورس يوزج بروفايل، وهبدأ ان انا اختار هنا كليك يمين عشان اطلع الاوبشنز بتاعتها، هو عايز يونتس ولا كوست؟ لا هقول له كوست، انا عايز اطلع الكوست، واعطيني عايز بادجت بس ولا اكشوال، خلينا نقول له دلوقتي اوكي على البادجت عشان تبان معانا. ومطلع هنا اول ريسورسز، خلينا نطلع بس ريسورسز المشروع كانت بروجكت ريسورسز، وهختار كل الريسورسز، طالما بختار كوست مش يونتس فيقدر ان هو يجمعهم كوست على كوست، يقدر ان هو يجمعه. طيب هو كده مبين لي البار تشارت او الهيستوجرام، ده الهيستوجرام خاص ب الأنشطة اللي كان ليها resources. طيب أنا برضو في أنشطة عندي متحمل عليها expenses بس مش resources، ف
فهاجي هنا وهختار الاكتيفيتي يوزج بروفايل عشان اطلعه للاكتيفيتي ككل. الاكتيفيتي يوزج بروفايل مشابه للريسورس يوزج بروفايل بس على الاكتيفيتيز. طيب هنا بيسالني all activities ولا selected activities، فلو عملت selected هيختار بس للاكتيفيتي اللي انا واقف عليه او اللي انا عامل له select، لكن لو قلت له all activities هيختار للكل، وده اللي انا عايزه. طيب نيجي هنا في الكليك يمين كده ونقول له الاوبشنز بتاعت الاكتيفيتي يوزج بروفايل اوبشنز، الاقي ان هو بيقول لي انت عايز ايه، ليبر ولا نون ليبر ولا ماتيريال ولا اكسبنسز ولا توتال، هقول له توتال بحيث انه يجيب لي كل حاجه. وهنا كوست ولا يونتس، نفس الفكر بتاع اليوزج بروفايل بتاعت الريسورسز، هختار كوست وهختار توتال، يبقى كده هو جايب لي التوتال بتاعي. طيب بالنسبه للكيرفات اللي موجوده، ايه هي الكيرفات ديت؟ هو بيديني اختيار عايز باي ديت ولا كوميوليتيف، وعايز لايه. وقلنا باي ديت اللي هو هيبقى على شكل هيستوجرام، وكوميوليتيف اللي هو هيكون على شكل بروفايل. وخلينا الاول نطلع البادجتد عشان يبقى واضح قدامنا، وهقول له اوكي. ده كده اللي كان مخطط او الاس كيرف بتاعي. لو بدات ان انا اضيق كده، ده شكل الاس كيرف بتاعي في البروجكت. طبعا المحور اللي على اليمين هو اللي بيقيس الاجمالي، فواصل لغايه 350 الف او اقل قليلا، اللي هي البادجت بتاعت المشروع اللي كنا قلنا عامله 341. طيب ده كده ايه البروفايل طلع عندي بشكل اس كيرف كبادجت بس. انا هدوس هنا واقول له لا انا مش بس عايز البادجت، لا اظهر لي كمان الاكشوال، واقدر ان انا اغير في الوانهم واظهر لي الاكشوال. خلينا بقى بلاش بارز بس، خلينا في الايه، في الكوميوليتيف اللي هو الكيرف، وهقول له اوكي. هيبان عندي دلوقتي الكيرف الاخضر اللي تحت هو ده الاكشوال، والكيرف اللي فوق هو ده الكيرف بتاع البادجت. ممكن اقول له بقى الريميننج على الايرلي او على الليت، وناخد بالنا برضو ان هو كان مطلع الداتا بتاعت الارند فاليو. خلينا نشيل المربعين دول، وهقول له طلع البلاند لوحدها الاول، وهقول له اوكي. هلاقي الكيرف الازرق هو ده بتاع البلاند، او لونه بترولي شويه هو ده بتاع البلاند اللي هو مشابه ليه اللي كان هنا اللي هو لونه الاصفر. طيب وبرضو بالمره نطلع الارند فاليو كوست، خلينا بلون افضل شويه، نقول له احمر مثلا، اقول له اوكي عشان يبقى واضح. هيطلع معايا الايرند فاليو من الكيرف ده. ممكن اروح برضو للاوبشن واقول له عايز الاكشوال معاه، يبقى كده انا مطلع الاكشوال والايرند فاليو والبلاند. طيب كده يبقى خدنا ايه صوره كده على الكيرفات. خلينا برضو نبص على بقية موضوع الابديت، الادفانسد ابديت. لما باجي اعمل سكادجول، الدايلوج بوكس اللي بيطلع موجود فيه زرار اسمه اوبشنز، لما بدوس عليه بيطلع لي بعض الخيارات اللي انا ممكن اختارها اثناء عملية السكادجولينج. اول اختيار بيقول ignore relationships to and from other projects، لو انا فاتح مشروعين وعامل ما بينهم علاقة ما بين اكتيفيتي واكتيفيتي تاني، فهو بيقول لي لو عايز تعمل اجنور دوس على الزرار ده، لو مش عايز ما تدوسش على الزرار ده. طيب ميك اوبن اندد اكتيفيتيز كريتيكال، هل يعمل لي الاوبن اند اكتيفيتي كانه كريتيكال ولا لا؟ احيانا مثلا ببقى انا عندي في المشروع مبنيين وكل مبنى منفصل عن التاني، فالمبنى الاولاني هيبقى نهايته مثلا هيخلص قبل المبنى التاني، فالمبنى الاولاني ده نهايته واخر حاجه فيه هتعتبر اوبن اند بالنسبه لي. فهل اعمل الاوبن اند دي ان هي كريتيكال، بحيث ان هو مثلا لو في اكتر من ميعاد تسليم جوه المشروع، احيانا بعض العقود بتبقى متقسمه باكج وكل باكج ليها ميعاد نهايه للباكج دي، بعديه تبدا تتحسب غرامات التاخير، فهل ساعتها احسب ان ده يعتبر كريتيكال، يعني كان بيحط لي اكتر من نهايه للمشروع.
طيب الاختيار اللي بعده use expected finish date، هل استخدم التاريخ المتوقع للانتهاء ولا لا؟ وهو معلم عليها بصورة ديفولت ان هي schedule automatically when a change affects date، لو انا مثلا عايز ابقى لحظة بلحظة بتابع الschedule، بس لا شك ان هي هتعمل هيدك قصادي ان انا بمجرد ما اعمل اي تغيير الاقي عمال يعمل schedule schedule automatically when a change affects date، فدي انا هستخدمها بس في حالات حرجه لما انا ببقى بعمل بس تغييرات خفيفه وعايز اشوف الابديت بسرعه من غير ما كل شويه اقعد ادوس F9. طيب اللي بعديها ليفل ريسورسز ديورينج سكيدجول، عايز تعمل ليفلنج اثناء السكيدجول، الليفلنج هنتعرض له بعد كده، بس طبعا يفضل ان انا ما اختارهاش الا لو انا فعلا عايز اعمل ليفلنج. ريكالكوليت اسايمنت كوست افتر سكيدجولينج، هل يحسب الاساينمنت تاني؟ لان احيانا التكلفه ممكن تختلف بعد ما اعمل ريسكيدجول، لان ممكن مثلا النشاط يتاخر ولما يتاخر يدخل في شهر تاني، والشهر التاني يكون معمول ان الريسورس ده متقسم بيريودز، بحيث ان هو الريسورس ده سعره في الشهر ده غير في الشهر اللي بعده، فهل عايز تعمل ريكالكوليت للكوست تاني ولا لا؟ طيب الاختيار اللي بعد كده when scheduling progress activities use retained logic ولا progress override ولا actual dates، هو المفروض الاختيار الديفولت بتاعي هو retained logic. retained logic معناه ان هو يحافظ على اللوجيك سيكونس، معناه ان هو يحافظ على العلاقه ما بينهم، اما البروجريس اوفررايد ما يحافظش. الكلام ده في ايه؟ لو انا عندي مثلا نشاطين، خلينا نقول انشطه مثلا المباني وبعديها البلاستر، النقطة دي مهمة، خلينا نعمل الاكزامبل ده عملي احسن. هنقول مثلا عندي البريك وورك بتاع الجراوند، لو جيت شفت السكسسور بتاعه هلاقي بلاسترينج بريباريشن، احنا كنا عاملين بريباريشن الاول، وانسليشن للباث باث اند كيتشن، خلينا نروح للبريباريشن اهي البلاستر، بريديسيسور ليها هو البريك وورك، ده معناه ان البريك وورك تخلص وفينش تو ستارت بلاج 8، لا ده البريديسيسور سكسسور اهو، فينش تو ستارت من غير لاج بزيرو يبدا البلاسترنج، يعني بعد ما يخلص المباني خالص يبدا يشتغل البلاسترنج، ده اللي احنا كنا عاملينه. طيب فرضا ما مشيش الوضع كده ازاي؟ جت بعد ما المباني بدا يشتغل فيها البنا شويه فتح شغل اللي بتاع البلاسترنج، فبتاع البلاسترنج قدر انه يعمل بريباريشن او عمل طرطشه مثلا، قدر يعمل طرطشه. طيب نقول ان النشاط ده نبدا نعمل عليه بروجريس، نو ستارتد و خلص منه نصه، يعني في ريميننج مثلا 5 ايام، او نحط 50% بيرسنت كومبليت، وبعد ما خلص منه 5 ايام او اثناء ما كان بيخلص منه الخمس ايام جه عندي البلاسترنج، ابتدى هو كمان بعد يومين ثلاثه كده لقى شغل مفتوح له، قام جاي بدا ويخلص ممكن معظم نص الكميه او اقل قليلا، نقول ان فاضل له يوم مثلا، فبالتالي عندي بقى البلاستر اشتغل قبل ميعاده. فلو جيت عملت دلوقتي سكيدجول واخترت ريتيند لوجيك يعني حافظ على العلاقات وقلت له كلوز، نص تاريخ المباني بدأت 29، يعني ممكن نقول في بدايات اكتوبر 4 اكتوبر مثلا، نقول ان الموقف الحالي ده في 4 اكتوبر، اقول له سكيدجول، والبلاسترنج لما بدأ نقول انه بدأ بقى قبل الكلام ده قبل الميعاد ده، نخليه مثلا 1 اكتوبر او 2 اكتوبر، سيلكت بدأ 2 اكتوبر وخلاص 50% ونعمل سكيدجول. طيب هنلاقي دلوقتي ان جزء من المباني اهو موجود هنا خلصان، وبعد كده البلاسترنج جزء منه برضو خلصان. طيب بقيه البلاسترنج يقدر يشتغلها دلوقتي ولا لما يشتغلها لما يخلص كل المباني؟ خلينا نقول ان ده كمان كان خلصان عشان اسهل عليكم الرؤيه شويه، سلاب اند بيمز خلاص في ميعاده.
طيب هنلاقي هنا البريك وورك خلص جزء منها، والبلاستر خلص جزء، البلاستر بريباريشن، وبعد كده هو منتظر اكتيفيتيز معينة وهيبدأ البريك وورك هنا، وبعد ما يخلص البريك وورك عشان يحافظ على العلاقة هيبدأ الجزء اللي فاضل من البلاسترينج. يعني مش هيشتغل بلاسترينج على طول، ليه؟ هيحترم العلاقة، وده شيء منطقي. احيانا بيبقى الموضوع مش كده، بيبقى الموضوع ان العلاقة بس انا حاططها علاقة تنظيم، زي مبنى ملوش علاقة بمبنى، او دور ملوش علاقة بدور. البنا بعد ما يخلص الدور الارضي هيطلع يشتغل في الدور الاول، مفيش مشكلة ان هو يشتغل في الدورين بارلل على التوازي، فبالتالي بتبقى العلاقة ساعتها علاقة تنظيم. لو انا عاملها مش علاقة لوجيك وعاملها علاقة تنظيم، ينفع ساعتها وانا بعمل سكادجول اقول له حاجة تانية، اقول له ايه في الاوبشن، ما اقولوش بقى ريتيند لوجيك، اقول له بروجريس اوفر رايت، وهقول له كلوز واعمل سكادجول. ساعتها هلاقيه بيقول ان البلاسترنج يبدأ تبدأها، ينفع تبدأها هنا، البلاسترنج ينفع تبدأها هنا، والبريك وورك هو كان مخلصها هنا، يعني المفروض يبدأ البلاسترنج بعديها، مخلصها 5 نوفمبر، المفروض يبدأ بلاسترنج بريباريشن بعديها. لا، هو ما احترمش العلاقة وقال لك لا أبدأها من هنا، عشان هنا في فرايداي، خلص الفرايداي وبدأ اليوم اللي بعده على طول، يعني كأنها بدأ بعد الجزء اللي كان اشتغل مباشرة، ما احترمش العلاقة. اللي بيفرق معايا التوتال فلوت، التوتال فلوت هنا هلاقي ان الانشطه ما بتبقاش كريتيكال، يعني البريك وورك بقى عندي 5 ايام توتال فلوت. ليه؟ لان 2 اتنفذوا على التوالي، ف على التوازي قصدي، 2 اتنفذوا على التوازي، فبالتالي اصبح ان في فلوت في البريك وورك، اصبح في وفر كده في المده بتاعته، واصبح ان البلاسترنج بريباريشن كريتيكال. على عكس لو انا كنت قلت له، لو كنت قلت له في الاول ريتيند لوجيك وسكيدجول، كان هيبقى البريك وورك هو اللي كريتيكال، واللي بعديه على حسب هو كان كريتيكال ولا لا. فاصبح هنا البريك وورك كريتيكال سايت، واصبح على المسار الحرج ولو زيرو توتال فلوت. لو كنا اخترنا بقى الاختيار الثالث اللي هو اكشوال ديتس وقلت له كلوزد، بيعمل خليط ما بين الاثنين، بيحافظ على العلاقة لنهاية النشاط، يعني نهاية النشاط البلاسترينج ما يبدأش غير بعد نهاية البريك وورك، الجزء اللي فاضل من البلاسترينج بريباريشن ما يبدأش غير بعد نهاية البريك وورك، لكن في نفس الوقت بيقول لي ان البريك وورك كده متأخر، لان البريك وورك كان المفروض يكون خلص قبل البلاستر ما يبدأ، وطالما البلاستر بدأ يبقى ساعتها البريك وورك متأخر. طب متأخر قد ايه؟ متأخر 9 ايام، فبالتالي في نيجاتيف توتال فلوت، يعني هو اعتمد على الاكشوال وهو بيحسب ساعتها الفلوت. الجزء ده بقى اكشوال اللي هو البلاسترينج، طب المباني كانت المفروض تخلص قبليه، يبقى المباني كانت المفروض تخلص هنا، طب هي متوقع لها تخلص هنا، يبقى في نيجاتيف توتال فلوت، فبالتالي هيحط ماينس 9 كالندر دي على حسب الكالندر، يحطهم دول نيجاتيف توتال فلود. فانا بشتغل على حسب الطريقه اللي انا شايفها منطقيه، بس طبعا ناخد بالنا ان هي لجميع الاكتيفيتيز مش لاكتيفيتي واحد، لجميع الاكتيفيتيز اللي انا بعمل عليها سكادجول. طيب برضو من الاوبشنز اللي موجوده كالكوليت ستارت تو ستارت فروم، لو في عندي لاج ستارت تو ستارت يحسبه من الايرلي ستارت وهو ده الوضع الطبيعي، ولا يحسبه من الاكشوال بحيث ان الاكشوال لو حصل ان هو بقى بدري شويه يحسب على البدري ده. فانا بختار على حسب ايه رؤيتي، وبرده ببقى واخد بالي ان هو بيشتغلها على الانشطه ككل. الديفاين بتاع الكريتيكال اكتيفيتيز، احيانا بتبقى الكريتيكال اكتيفيتي مش عايز اعرفها بس ان هي اللي فيها زيرو توتال فلوت، لا انا ببقى عايز اوصف اللونجست باث. يعني ايه؟ لو انا مده نهايه المشروع مثلا 31 ديسمبر، وانا لما عملت التايم سكادجول طلع اخر اكتيفيتي ينتهي قبل كده، قبل كده بخمس ايام، يعني يوم 26 ديسمبر، ساعتها مش هيطلع عندي فيه كريتيكال اكتيفيتي، لان انا حاطط كونسترين ان المشروع ينتهي 31 ديسمبر، فيطلع مفيش عندي اي انشطه حرجه. طب ساعتها اعرف منين المسار الحرج؟ اقول له اللونجست باث، هختار اللونجست باث. اما لو انا مش شغال بالطريقه دي ومش حاطط كونسترين في اخر المشروع ان هو لازم ينتهي في يوم معين،
فانا هشتغل على الطريقه العاديه ان التوتال فلويد بتاعه بزيرو، هو ده اللي تعتبره حرج. كالكوليت فلويد بيزد اون فينيش ديت اوف، هل الاتش بروجكت ولا للاوبن بروجكت؟ لو انا كنت فاتح اكتر من بروجكت ممكن اختار اوبن، او اتش بروجكت لو انا عايز كل مشروع يبقى منفصل في الفلوت بتاعه. كومبيوت توتال فلوت از الستارت ناقص ستارت ولا الفينش ناقص الفينش ولا الاصغر منهم. وكالندر فور سكيدجولينج ريليشن شيب لاج، لو في لاج ما بين نشاطين والنشاط ده له كالندر ونشاط له كالندر تاني، هل يشتغل على بتاعه البريدسيسور ولا بتاعه السكسيسور ولا ال 24 اور كالندر ولا الديفولت بتاعه المشروع اللي هي بروجكت ديفولت كالندر، هل يشتغل على اي واحده فيهم، وهكذا. طبعا بتبقى الايه الاوبشن كلها على حسب احتياجي، وبعمل سكيدجول وبوصل للنتيجه بتاعتي.